دايما يقولوا في صناعة العربيات وفي تجارة العربيات المكسب الحقيقي في خدمة ما بعد البيع. سيلز. ايوه بالظبط. كويس، ده المكسب اللي بيقوم بيه الوكيل، ده القاعدة الرئيسية. نعم كويس. نعم. مش المفترض ان احنا نمر بقى بنفس المرحلة دي بالنسبة لأسعار قطع الغيار وأسعار الخدمة، ولا ده مش هيحصل؟ لا، اللي بيحصل في مصر بقى مختلف عن العالم كله. ليه؟ النهارده حصل شورت في المبيعات، ما بقاش في مبيعات، فبدأ الوكلاء يشتغلوا على ايه؟ على الافتر سيلز، سواء على قطع الغيار، على المصنعيات. تمام. بقيت النهارده تلاقي قطعة الغيار تمنها، انت بتخش مثلا بتغير تيل فرامل وتيل وطنابيل العربيه تشيكي 8 9000 جنيه. ايه ده؟ انت بتتكلم في بروفيت مارجن 400%. طب ما ده ما ينفعش. انت النهارده عايز تجيب العميل، العميل هيجي ازاي النهارده؟ ما بيشتريش عربيه، المفروض يشتري صيانه، تديله مصنعيات غاليه جدا، بتدي له قطعه الغيار غاليه جدا. طبعا ده بيأثر على حركه الشغل، تلاقي الديلي ترافيك بتاعت الورك شوب كانت بتبقى في مثلا الايام لو بيدخلوا 10 15 عربيه بيدخلوا مثلا 300 يعني. عربيه، 300 بقوا بيعتبروا النهارده 125 عربيه. فده بيأثر سلبا على الوكيل، ما بيأثرش ايجابا، هو مش واخد باله. مع انه في الناحيه الثانيه على الجانب الاخر بيحب يعمل كامبين، يعمل صيانه ببلاش، زيت وفلتر ببلاش، فحص شامل ببلاش. طب خلاص خلي بس الاول سعر قطع الغيار مناسب، الاجور او المصنعيات سعرها مناسب. لا، وهو جه اضطر السنه اللي فاتت مثلا عشان ده اليات سوق، هو في لحظه معينه في شركات قالت ايه، اشتري مني العربيه دلوقتي وهديك عقد الصيانه مجانيه مش عارف سنة. كذا سنه. هو ده على فكره ما كانش منطق موجود في مصر خالص. لا، هو ظهر السنه اللي فاتت. ظهر السنه اللي فاتت بس.